انتصار الوداد بعد دقائق الدقيقه 90 ولكن التعادل جول هدف التعادل هدف التعادل من صوفيا الرحيمي صوفيا الرحيمي في الشبكه الخضراء والنسور الخضر يعادلون الارقام في الدقيقه 21 رحيمي بالفانيلا 21 يعدل للخضر يعدل الخضراء يعدل الخضوره يمشي فيها وندر وندر يلعب الكورة والهدف الثالث الهدف الثالث مانولاس 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 يسجل ثالث الأهداف مش ممكن ما زالت المباراة لم تكشف عن الجبل وبابا جول 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 يا سلام يا سلام يا سلام البارسا تنهار جابولو شلون باش يكم قلت الحكم من المفروض ينهيها من المفروض ينهيها مانويل لوكاكو يتقدم لوكاكو عرف يضيعها والفاير كامبيون لوكاكو خسر عليه وحط زي في شعره الطويل برهومي برشا تركيز ينقبها الكرة يمشي برهومي ضيعها برهومي ضيعها وخمسة أربعة مستر روميلو لوكاكو في ال 18 رقم تسعة يضيع البنالتي ركز برشا برشا يضيع التركيز تلقى الإشارة يرفع ذي الكرة جول 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 أول هدف المنتخب الوطني المغربي اللحظات الأخيرة كانت الحاسمة ثلاثة إجمالي في الأهداف الأوروبية هذه ميسي التبديل في الدقيقة 60 من عمر اللقاء 600 رقم 600 هدف